مجلس النواب وافق على تعديل قانون الاتصالات. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه في تعديلات هامة اكيد طرقت على القانون، احنا عاوزين نعرف ايه هي او ابرزها ومدى اهميتها بالنسبة لنا هتبقى ايه. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب. اهلا اهلا يا سيادة النائب. اهلا يوسف بيه، مساء الخير. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك لله. خالص تحياتي. ربنا يخليك يا رب، نورتنا. قول لنا يا سيادة النائب، ابرز التعديلات اللي طرقت على قانون الاتصالات بعد الموافقة عليه النهاردة في المجلس. طيب خليني بس أكد يوسف بيه إن قانون تنظيم اتصالات الصادر رقم 10 لعام 2003 طبعا ما تمش تعديله، أنت بتتكلم في فترة كبيرة جدا مع التطور التكنولوجي الهائل والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء، فالحقيقة لابد إن احنا ك يعني نتماشى تشريعيا مع هذا التطور التكنولوجي الهائل. عاوز أقول لحضرتك الهدف الأول من التعديل إيه؟ أنا عارف إنك بتحب الدقة. أيوة. وبتحب توضح للمشاهدين. الله يخليك. الهدف من التعديل، الهدف من التعديل، هذا التعديل بيحطم ضبط الجانب التنظيمي في التعامل مع اجهزه ومعدات الاتصالات. تعرف سيادتك يعني 2003 لما صدر هذا القانون ما كانش فيه تعامل تكنولوجي، ما كانش فيه تعامل كتير مع اجهزه ومعدات الاتصالات. صح. مع التطور التكنولوجي الهائل ده بقى اللي حدث، بنتكلم بقى على الاتصالات بصفه عامه وعلى الاجهزه والمعدات بصفه خاصه. تلاحظ يوسف بيه في الاونه الاخيره انتشار الاستخدام الخاطئ للاجهزه والمعدات المستخدمه، يعني التعامل مع الاجهزه دي دون تنظيم. القانون الحالي اللي هو كان من عام 2003 ما شملش ده خالص. هدي مثال لحضرتك عشان نبقى نوضح للمشاهد. أيوة. زي اجهزه مثلا تقويه شبكات الاتصالات، وخد بال حضرتك دي بتسبب ضرر بالغ جدا بجوده الخدمات، ما حدش يعرف الاجهزه دي مجهوله المصدر، ممكن تكون مش مطابقه للضوابط والمعايير، زي الاجهزه اللي موجوده مثلا اللي بتطلع بتصاريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من جهاز شؤون البيئه، من الصحه، قد تكون الاجهزه دي جايه من بره ما حدش يعرف مصدرها ايه، فيها ممكن اشاعات تضر المواطن كمان يعني. طبعا. لذلك طبعا التعديلات اللي اتعملت النهارده تضمنت، احنا هم مادتين اللي تم تعديلهم يا يوسف بيه. عندنا التعديل الاولاني كان في ماده 44، تضمن التعديل بقى التعامل على اجهزه ومعدات الاتصالات الغير معتمده النوع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. بمعنى التعديل قال ايه بقى؟ ان اي اجهزه او معدات اتصالات لازم اي حد يستخدمها لازم تكون بموافقه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. حلو. فيما يتعلق بقى سواء استيرادها، سواء تصنيعها، سواء تجميعها، سواء حيازتها، سواء تسويقها. لا يتم استيرادها او تصنيعها او تجميعها او حيازتها او تسويقها الا بعد الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وده بيبقى سهل جدا، ما بنقولش يعني لا، بالعكس ده بيبقى عشان يكون مطابق للضوابط والمعايير. يعني مثلا سياده النائب تلاقي واحد جاي كان مسافر في بلد وجاي جايب معاه ريبيتر بتاع تقويه شبكه. الله ينور. جايبه معاه في الشنطه ومش عاوز حد يقول له تلت التلاته كام، يروح رايح مركبه في البيت ولا في المول ولا في العياده ولا مش عارف ايه، وانا حر يا جماعه انا عايز اقوي الشبكه عندي. انت تعرف ان ده بيضر اللي حواليه جدا جدا الى ابعد الحدود، هو بيضر الشبكه كلها بالبي تي اسز او الابراج اللي موجوده، وبيضر الناس اللي قاعده وبيضر نفسه. الله اعلم الجهاز ده. ما خد بال حضرتك يوسف بيه، انا عاوز برضه اوضح من خلال منبر حضرتك المحترم ده، احنا عندنا مثلا اجهزه اللي هي الخاصه الشبكات مثلا زي محطات التقويه. محطات التقويه النهارده على مدار السنوات من منذ انشائها مفيش، وانا بطمن المشاهدين بقى وانا عملت لجان مشتركه، جبت الصحه وجبت البيئه وجبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مفيش جهاز تقويه او محطه تقويه بتركب في مصر في اي منطقه او في اي محافظه الا لما بتبقى حاصله على موافقه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. الصحه بتنزل بتعاين وتحدد، جهاز شؤون البيئه بتبقى مطابقه لضوابط المعايير. النهارده انت لما تركب جهاز ده ما تعرفش انت جايبه منين، من صح. اي دوله، ممكن يكون يسبب كمان ضرر لاولادك لبيتك، فطبعا احنا ده بيحمي كمان المواطنين يعني. صحيح. عندنا بقى في تعديل ثاني، ده التعديل بالنسبه ل 44، ماده 44. التعديل الثاني هو ماده 77 اللي هي العقوبات بقى حضرتك، ممكن تقول لي العقوبات ايه بقى؟ حلو. عقوبه استيراد او تصنيع او تجميع او تسويق المعده دي تكون مده الحبس ما بتقلش عن سنه ولا تجاوز الخمس سنوات. كويس. الغرامه بقى كام؟ الغرامه لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تجاوز 5 مليون جنيه. كانت قبل كده في القانون اللي هو 2003 كانت ما بتقلش عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 50,000 جنيه. ليه هنا ممكن تسالني تقول لي ليه العقوبه في
في التعديل الجديد كتير، لان انت بتتكلم في ان حد بيستورد او بيهرب جهاز بيضر او بيصنع جهاز دون تصريح. هو في ايه النهارده؟ اما تخش انت عاوز تستورد جهاز، تروح الجهاز القومي لتنظيم الصلاه، تدخل على القسم الفني تقول انا عاوز استورد الجهاز ده، بيتم قياس الجهاز ده عندنا في الجهاز القومي لتنظيم الصلاه انت ار ايه، يقول لك مطابق للضوابط والمعايير، اتفضل يا فندم استورد. حلو، اتفضل صنع. لا، القانون له بعد اقتصادي طبعا، يمنع بقى الحاجات المهربه واللي مش معتمده فنيا، كلام من هذا القبيل. صحيح. والله نشكركم على هذه التعديلات لانها تعديلات مهمه، وخصوصا كمان في مساله تغليظ العقوبه على اللي هيحاول يتخطى القانون. خلينا الاول اشكرك سياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب. ما هو يا جماعه عشان برضه تبقى فاهم، 20 و50 ألف دي لو واحد عاوز يهرب الحاجه ولا يدخلها بشكل او باخر بعيدا عن القانون، ده ولا حاجه، لان هو عمليا سعر الجهاز كام وبيبيعه بكام وبيكسب معاه كام وما الى ذلك، وبالتالي كان لازم تبقى العقوبه غليظه. طب والضرر؟ عشان كده كان لازم يبقى فيها حبس، ما فيهاش هزار.